عارف طاير نار عم طاير هجوم على السفاره هجوم على السفاره عارف تبي بس انزل تبي تبي ما تنزل انت لا لا عندي ما في شيء بس ما انت السفاره هجوم قوي يلا اسمعني اسمعني يا فيديو ولو ما حدا بيعرف يوصل ايه سيبه طيب يسيبه اوصل جيب لك كلاش اللي افرم لك ربه جيب لا عشان ما نرفع السفاره ما نجيبه حتى وين الامن وين الامن هو دوت هو اللي نسبك السخط ربنا ليك وينه سكر الهواء خلاص ما استوى حتى ما يوصل هون يا خيي فوت جوا فوت جوا يا زلمه يا حي ما استوى بيوصل ليك وينه وين حتى تجيني لا مش ودي سيبنا يعني اذا ما في كلاش نجيب ما يلف وين 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 سكر الباب خليك جوا نرجع البنية بوجه السفارة بالضبط يحولك متمركز بوجه السفارة متمركز في عندي مسلح عم يعوص على السفارة يا معلم البنية بوجه السفارة بوجه دغري بالضبط وجه السفارة يا معلم وجه السفارة ايه بعده عم بعرف اطلاق نار بعد ما بلش فتح الباب فوت اقعد جوا وجه السفارة بالضبط وجه السفارة لابس جعبة ومعه كلاشين ومنطقة جينز وطاسي على راسه وطاسي على راسه لا الله ما بعد ولا شو عم يخيل مثل ما بده ما عم يدور يسموه يا زلمه ما عم يردوا عليه من جوا ايه ما عم يردوا وما حدا عم يقدر يقول لهم بيعوكك